سكنت هنا يعطونك سوارة دخول أرض الأساطير. لها تجربة، شيء شيء مميز يعني. طبعا في أنشطة كثيرة يا جماعة، أنشطة كثيرة طبعا، ما أدري بس شوف إنهم مركزين كثير على السفاري وما السفاري وجيب ودباب، ما أدري شو الفائدة في الموضوع، لكنه في أنشطة كثيرة مثل الرافتنج. ما شاء الله هذا الاستقبال الجميل. Thank you so much. Thank you too. الفيلا هذه زي ما تشوفها هذه خاصة لك، وهنا زي ما تقول جلسة المسبح. الفيلا دورين، الدور اللي فوق في غرفتين والدور اللي تحت غرفة، وتبدأ هنا على اليسار في دورة مياه، وهنا طال عمرك غرفة مطبخ كامل في ميني بار هنا. شوفوا أنا أنام أريح شوي. هذا الدور الثاني، شوف هنا غرفة ثانية لهم، وهنا غرفة النوم الرئيسية اللي هي هذه، شوف كيف رهيب صراحة. والله هذا هنا زي ما تشوف، هذا هو، هذه البلكونة. هذا يقول لك احيانا يكون عندهم حفلات او فرقة استعراضية او شيء يحطونه هنا. الجو بويرد شوي. هذه يا جماعة بما انك فيلا هنا تكون لك كابينة مجانية على البحر خاصة، لأنه أصلا الكابينة المجانية سعرها تقريبا 200 يورو اليوم، فبما أنك أنت حاجز هنا وعندك غرفة هنا خلاص تصير لك مشمولة مجانية. فأشوف هناك أطفالهم، فمرة جميل يعني يوم تيجي تتغدى هنا على البحر. أنت لو بتروح في أي مكان في أي مطعم تتغدى على البحر كم بيكلفك؟ جلسة زي كذا رتبوا لك إياها، ولا جلسة زي كذا مثلا هناك كم بيكلفك؟ ولا تبي تبعد عن الشمس تيجي مكان زي كذا؟ شيء يا جماعه شيء عشاء الشاطئ مشمول، كل شيء داخل المنتجع حتى ستاربكس كل شيء مشمول، اول الليل اخر الليل حتى مطعم نصره 24 ساعه الاكل موجود. ابغى اريح شوي هنا. لين يجينا ابو خالد في محلات وماركات وتسوق. يا لطيف جماعة، هذا بوفيه، مو بوفيه، هذا عالم من الأطعمة والمأكولات اللي ما لذ وطاب من كثرة ما تعرف أصناف ولا تعرف مسمياتها. طبعا هذا تقريبا 24 ساعة، طبعا ما يحتاج حجز البوفيه على طول 24 ساعة. يا جماعة ان المنتجع يستاهل كل ريال تدفع فيه. مع هذا مطعم يوناني حلو، شو طلعت لك اياه خلف الشاطئ على طول، مقابل الشاطئ في الجهة الخلفية. حلو، حاجز فيه هناك لكن مره جميل. هذا مطعم يوناني مجانا، تحجز فيه انت تبع المنتجع. فكل المطاعم الموجوده هنا سواء ايطاليه يونانيه هذه كلها مجانيه، لكن لازم تحجز فيها. هذه هي المدخل الرئيسي، خلينا نقول المدخل الرئيسي لارض الاساطير. يا هو جبار مدخل الأساطير. أرض الأساطير يا جماعة منتجع كبير جدا، مول، منتزهات، تسوق، ألعاب، ألعاب مائية. أرض الأساطير هذه اللي الكل يتكلم عنها. دخلنا المول، هذا مول كبير جدا. الله، هذه في الليل، شوفوا الليل على المغرب
ايش بتكون هذه الالوان والاضاءات والقناة المائية هذه؟ هذا بشكل سريع عنه. بشكل سريع، لاند اوف ليجند او ارض الاساطير في انطاليا. تمام. منتجع من المنتجعات العائلية اللي ممكن تسكن هنا. حلو. هذه غرفتك، وتنزل هذا المول، في اكبر مول من مولات انطاليا، في اكثر من 200 براند، وتدخل على اليسار الى ديزني لاند ارض الاساطير او المدينه المائيه ومدينه الالعاب والمدينه الترفيهيه فيها. خالد هنا المدينه هذه ديزني لاند، شوف الخارطه هذه، شفتها، شوف الناس، خارطه ضخمه كبيره فيها اكثر من 250 لعبه، فيها عروض دلافين، مدينه مائيه، فيها الهايبر، هذه تعتبر اطول هايبر على مستوى اوروبا، عائليه تصير هنا خرافيه من على مستوى العالم، في عروض ليليه، في قوارب، في كاركترز، طب كلها في الالعاب اللي هنا فري، والاكل هنا والشرب. اي نعم، كلها بالسواره هذه فري، حقت يوم واحد. ها اي لا لا، بعطيك يوميه. ها ساكن اسبوع؟ ايه بعطيك 7 ساور. يعني كل يوم تحضر؟ كل يوم. جميل. العدد سواء انت وانت زوجتك معك اطفالك، لكل شخص، كل شخص. مع نقطة مهمة، شن هي؟ أنه المنتجعات مثل هذه والألعاب المائية والترفيهية ما راح تقدر تخلصها في يوم واحد، مستحيل، ويجي تخلصها في يوم تلقاك ضاغط نفسك ولا قد شفت شيء منها، لذلك أنت أكيد جاي هنا يومين أو 3 أيام، أقل شيء 3 أيام، خلاص وزع السوارة هذه على 3 أيام، مثلا يوم تجي تخصص لك 4 ساعات تخلص المدينة المائية، اليوم الثاني تاخذ السوارة نفسها تخصص لك 3 ساعات 4 ساعات. كل الفئات العمرية موجودة في المنتجع، يعني هذا اللي تشوفونه هذا فقط الأطفال أعمارهم 3 سنوات وتحت، اللي من 3 سنوات وتحت هذا مخصص لهم. جميل يا جماعة هنا أنه الألعاب المائية والألعاب الترفيهية والمنتزهات الأخرى موجودة في نفس المكان، يعني التذكرة هذه أو السوارة هذه تدخلك الكل. أنا لو نجي مثلا في ما تدفع أي شيء، لو تجي مثلا في أورلاندو فلوريدا ولا في ديزني وكذا، تلقى منتزه الترفيهي الحال، السي وورلد المدينة المائية الحال، وكل واحدة بتذكرة مختلفة. هنا لا، كلها طال عمرك مع بعض وبتذكرة واحدة. حلو، طلعك فوق. الآن بننتقل للملاهي الكهربائية أو حتى أيوة، هذه الألعاب الترفيهية هنا. جميل، لكن إيش في هنا يا جماعة؟ هنا عروض الدلافين. في شيء مهم، تبي تنزل انت وزوجتك تمشون، الاطفال كذا تعبين، كنت تروح تتغدون تتسوقون، الدور الارضي تشوفون هذا كله مخصص للاطفال، لوبي كامل، بلاي ستيشن والعاب وامور. وخالد شلون هذا؟ ايوه هذا مثل حضانه الاطفال. جميل، خلي طفلك هنا. حلو، سلمه في الريسبشن على طول وانطلق، اذهب اينما شئت، طفلك في ايادي يمين هنا موظفين. وداخل هناك طبعا، وراك في العاب الكترونيه وموظفين، وهنا هذا خاص بلاي ستيشن عصير، هذا كله مجاني، كله مجاني. يا الله شفتوا كيف يا جماعه، شو الاطلاله كيف، بس يعني اذا سكنت انت هنا الاكل والشرب والاهتمام تحت مجان، مثل الغرف هذه مرة مناسبة للأطفال، مناسبة جميل، حتى إنه ما في خمور في الثلاجة والميني بار عشان الأطفال، وفي بلاي ستيشن زي ما تشوفون، في كل شيء سواء. وما تبي هالغرف هذه اللي مخصصة للأطفال، في غرف ثانية مخصصة للكابلز، مخصصة ما شاء الله تبارك الرحمن. وش هالزين أبو خالد؟ هذه اللي أنا جيت عليها من المطار أول ما وصلت، صحيح؟ إي نعم. هاي تسمى السيارة هذه؟ هذا الفيتو تكفي تقريبا يعني ساعة
6 أشخاص حتى انترنت فيه، حتى نتفليكس شغال فيه على طول. يعني في اكبر في الست والسبع والعشر، واذا جينا بيشوف سواقنا ننزل هذه. الله حلو. حتى استقبال داخل المطار. ايه داخل عند الطياره يعني، حتى السياره ندخلها كذا داخل المطار التنفيذي يعني يسمونه. نعم. اليوم جايين نتغدى في هذا المطعم. والله البراد هنا يا ابو خالد ما شاء الله. اذا جيت في انطاليا ترى المائده بتكون خليط بين الاكل الايطالي، عفوا الاكل اليوناني والاكل التركي. وصلنا الى المارينا، وهذيك من سفن القراصنه، ترى السفينه جميله جدا وعليها انشطه بحريه كثير. هذا المارينا السلاجقة، ويسمى المسجد السلجوقي، عمره تقريبا حوالي 700 سنة. لو جيت هنا بس تتقهوى تتغدى ممشى جميل، تاخذ لك جولة بال هذه اللي يسمونها حقت القراصنة، اشكال والوان. شوف هذا بيدخل الان هنا. صراحة جميلة انطاليا، مرة جميلة، اثار ومدن اثرية تاريخية يونانية قديمة، فبتشوف المسارح اليونانية وبتشوف المدن العتيقة والقديمة، فامتدادها على ساحل المتوسط تقريبا 400 كيلومتر. شو هذه البلدة القديمة يا جماعة، مرة حلوة، مسيج جميل جدا بين اليوناني العثماني. المدينة حلوة ومرتبة، جميلة يا جماعة، جميلة في كل تفاصيلها. وأعتقد أنه الورود والأزهار والحدائق العامة والأشجار هذه معطيها رونق جميل جدا، مرة مرة جميلة. يعني ضفوا رتبوه وشجروا بالحدائق والأزهار، ثم أعطاه صبغة كذا حديثة يا جماعة. أن المدينة القديمة أنها جميلة، والله يا ابو خالد بدون مجامله جزء مره جميله. حيا على الصلاه، حيا على الصلاه. هذا شارع المدينه القديمه، شارع جميل جدا، وهنا الممشى، وهنا مدخل المدينة القديمة زي ما صورنا لكم، هادريان جيت، بوابة هادريان. هذه هادريان هذه طال عمرك يقولون يونانية، عمرها أكثر من 3000 سنة. طالب يلا بسم الله. الله تعب اليوم. هذا فندق أرض الأساطير اللي أنا صورته اليوم الصباح، تشوفون كلها عوائل، كلها عوائل. طبولة، الله، طبولة اللبنانية ولا أطيب، يا سلام، أصيل ولا أطيب. زيت زيتون، طحينة صوص، دبس الرمان كله من جيبه من لبنان من بيروت. ما شاء الله. طبعا اللي هو الشاشليك، بيف شاشليك التركي، رياش لام تشوبس، 2 كباب، 1 غرفة كباب اللي هو بلا حر، والأضنة اللي هو حر. هذا هذه اللي هي عبارة عن عرايس. ايه والله يا جماعة ما ادري ايش اقول بدون مجاملة، اللي يبي اكل لبناني لذيذ جدا يجي هنا ولا يشاور. وهذا هو، شفتوا كيف؟ هذا اسمه، شو تقييمه، وغير كذا نشوف الاطلالة بس كيف.